خمس اهداف وقدر يصنع هدف واحد. نتكلم على لعيبه كتير قدرت ان هي تكون بتثبت نفسها، والصراحه الواحد بيكون سعيد جدا لما بيشوف ان مجالس الاداره تبدا تركز شويه ان هي تكون بتدعم الخط الامامي بلعيبه مصريه، عكس طبعا التوجهات اللي كنا بنتابعها طول الفتره اللي فاتت. مش بنقلل من اهميه لازم يكون عندك لعيب افريقي جامد وتقيل ويقدر ان هو يكون بيسجل وتقدر تكون بتعتمد عليه بشكل كبير في البطولات الكبيره، ولكن لازم برضو نكون بندي حق شويه للعيبه الصغيره اللعيبه المصريه، علشان ده كله في الاخر طول الوقت بنقول بيصب في مصلحه منتخبنا الاول. ان شاء الله كل التوفيق لكل لعيبتنا الشباب. طبعا واحد من اهم اللعيبه مرهان زي ما بتتكلمي احمد عاطف مع الكابتن علي ماهر في فيوتشر ماشي بشكل كويس جدا. واعتقد الكلام كان على احمد عاطف خلال الفترات اللي فاتت ما بين النادي الزمالك شويه، سمعنا عن مفاوضات نادي الزمالك مع احمد عاطف، بعد كده رجع مره ثانيه دلوقتي خلاص في مفاوضات مع النادي الاهلي. حصل النادي الاهلي زي ما كانت بتتكلم مريهان على موافقه كده مبدئيه من احمد عاطف على الانتقال للنادي الاهلي، اضافه اكيد يمكن فكره ان احمد عاطف فكر في حته ان انا لو رحت نادي الزمالك هل هيكون ليا مكان وبشارك ولا لا؟ طب هل لو رحت النادي الاهلي هيكون ليا مكان مبشارك ولا لا؟ هنا فكره ان موسيماني لما تيجي تحسبها في النادي الاهلي في لعيبه موجوده، في محمد شريف، في بيرسي توب بيلعب دلوقتي بشكل اساسي، بيجي بعدين محمد شريف، في حسام حسن اللعيب اللي ما ظهرش لحد دلوقتي وما خدش فرصته مع النادي الاهلي. واعتقد من وجهه نظري ان انت لو جبت احمد عاطف وعندك كمان صلاح محسن فعندك دلوقتي اربع لعيبه، ممكن صلاح بيوظفه شويه مش في حته الاسترايكر الصريح ولكن بيوظف شويه ناحيه اليمين. فكره ان انت تجيب احمد عاطف ويجي النادي الاهلي حسام حسن هتكون فرصه قليله جدا في المشاركه، بل يعني هتكون تكاد تكون معدومه يعني بالمشاركه مع بيتسو موسيماني لحد دلوقتي ما فيش قناعات فنيه باللاعب يعني، وده شايفينه وحاسينه ولامسينه كلنا في الدوري المصري. احمد عاطف لعيب كويس اضافه لاي فريق سواء اهلي او زمالك، اكيد لعيب مهم، لعيب لسه صغير، لعيب صانع الفارق دايما مع الكابتن علي ماهر، هيكون اكيد اضافه قويه، بنتمنى له كل التوفيق. لازم تفكر كويس انت هتروح مكانك هيكون فين، مكانك هيكون في الملعب، فانت هتستفيد ومنتخب مصر كمان هيستفيد لو انت تألقت ايا كان كنت فين، اهلي زمالك فيوتشر مكانك فين. لازم تحسبها كويس، لازم تعرف انت هتروح تشارك ولا لا، ولا هتروح مجرد زي حسام حسن كان متألق بشكل كبير جدا وماشي بشكل كويس جدا، جه النادي الاهلي قاعد على دكه البدلاء ملوش اي يعني خالص ملوش اي تواجد مع النادي الاهلي، ممكن بيكون بياخد دقيقتين ثلاثه وساعات ما بياخدش خالص. ففكره اهم حاجه ان انت تكون بتشارك وموجود عشان في الاخر تكون بتفيد نفسك وبتفيد منتخب بلدك.